كمان الجلد سميك والأنف العريض. الحالة اللي عم نعرضها كمان عرضنا حالة من كم يوم عشان نأكد تمام على نحن بإذن الله الكفاءة العالية بالتعامل مع الجلد سميك والأنف العريض، مع أنه هنا عندنا كمان تشوهات، لاحظوا في عندنا ندبات وجروح بالأنف نتيجة كمان حادث، وما بيكفي أنه أنفه عريض وجلده سميك، كمان كان المسوي حادث وعنده جروح وندبات بالأنف. شايفين الفرق الكبير ما بين قبل وبعد، والمنظر الجانبي كيف حتى الأنف ارتفع شوي صار مثل السيف، كان عنده هبوط هون بالأنف ما كن لاحظين، شوف كيف زاوية الأنف ارتفعت وصارت حلوة. طبعا الفرق الكبير شايفينه هلا من المنظر من عند الفتحات، شوف ليش فرق ما بين هون وما بين هون، هالفرق الكبير والشاسع ما بين قبل وبعد، وهذا بيدل فضل رب العالمين على قدرتنا على التعامل مع الجلد السميك والأنف العريض. فنحن ما عندنا أي مشكلة بالأنف العريض الجلد السميك، أهلا وسهلا فيكم. العميل على التخدير الموضوعي خروج نفس اليوم من مستشفى بشار بزرة من لندن ودبي.